إطلاق أسبوع الضيافة والمطاعم لأول مرة في محافظة رام الله والبيرة. في تفاصيل هذا أطلقت جمعية حماية المستهلك بالتعاون مع بلدية رام الله ومع غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة أسبوع المطاعم والضيافة في المحافظة لتقديم خصومات للرواد. وفي هذا يسعدني أن أرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي السيد محمد زيد النبالي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة. أهلا بك أستاذي الكريم، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك ضيفا عزيزا على نشرة وطن الاقتصادية. يعني ربما يعني أبدأ حديثي معك من حيث يعني توقفنا بالحديث أمس تحت الهواء، بأنه كان مفترض إطلاق هذا الأسبوع بتاريخ 20، ولكن يوم 20 ديسمبر هو كان يوم مؤلم يعني علينا ولنا جميعا كفلسطينيين، يوم ارتقاء الأسير القائد ناصر أبو حميد، ويعني بالتالي لم تجري فعاليات الإطلاق. هنالك كانت يعني فعالية سابقة لفعالية الإطلاق في اليوم السابق أعلن فيه خلال مؤتمر صحفي عن التحضير لإطلاق الأسبوع الأول. ويعني أبدأ حديثي معك من أهمية ومن الهدف من وراء مثل هذه الفعالية، وهي تنظم مرة أخرى للمرة الأولى. أسعد الله مساءكم. أسبوع الضيافة اللي أطلقته الغرفة التجارية بالتعاون مع بلدية رام الله هو لتشجيع السياحة للمدينة ولمحافظة رام الله بشكل عام، بمناسبة الأعياد ومناسبة الاحتفالات. وكان المفروض أنه أول امبارح تم إطلاق هذا الأسبوع، ولكن الأحداث اللي جرت أدت إلى أنه ما تمش الإطلاق هذا الأسبوع بالشكل اللي كان لازم يتم فيه إطلاق الأسبوع الضيافة في محافظة رام الله. يعني لا بأس، ربما هذه مسألة وقت، ويعني نحن جميعا يعني أولاد بلد، يعني واللي بيصير بالبلد بده يصير علينا. السؤال الآن فيما يتعلق بالمصالح التجارية أستاذي الفاضل، يعني لا زالت المصالح التجارية ولا زال التجار ولا زالت المطاعم والملاحم والمخابز وكل قطاعات الأعمال في المحافظة عمليا يعني لم تخرج تماما من ارتدادات الاقتصادية لجائحة كورونا، هي لا زالت يعني تتعافى. فهذا بيخليني أسألك عن يعني حالتها، عن الوضع الآن، كيف تبدو صورة الأعمال وصورة الحركة التجارية في نهاية عام 2022؟ إحنا كيف وضعنا تماما؟ إحنا طلعنا تعافينا أم ليس بعد؟ لا طبعا لسه ما تمت المعافاة للقطاعات الاقتصادية، ولكن يعني الوضع كثير يعني يكون في نمو أفضل من العوام اللي فاتت اللي سنوات الكورونا. كان كثير الوضع صعب، ولكن الوضع الاقتصادي بشكل عام هو وضع صعب اليوم، ضعيف، الحركة الاقتصادية ضعيفة، الحركة الاقتصادية ما بتمشي بالطريق اللي لازم تكون ماشي فيه. لهذا السبب عم نبحث عن حلول بإطلاق حملات، بإطلاق نعمل فعاليات اللي تنشط الدورة الاقتصادية للمحال التجارية عن طريق جلب السياحة إن كانت الداخلية أو الخارجية لمحافظة رام الله بشكل خاص ولمحافظات الوطن بشكل عام. يعني عم نفكر بحلول إنه ننشط الوضع الاقتصادي، والسياحة بتعمل حركة للمطاعم والكافيهات والأماكن اللي بيزوروها الناس، هي أماكن كالمطاعم وأماكن الترفيه والمولات والأماكن زي. نعم. يعني ونحن الآن في ختام عام عمليا، يعني في نهاية العام، وبجوز في نهاية العام بيصير في التزامات كثير، في يعني تبعات مالية كثيرة على التجار وعلى أصحاب الأعمال، بحاجة إلى إغلاق حسابات، بحاجة يعني مثلا إلى يعني تصويب أوضاع. بدي أسألك بتقديركم، يعني أنا فهمت ما تفضلت فيه وفهمت بأنها محاولة ل يعني إيجاد حلول، إيجاد بدائل لتنشيط الحركة في الأسواق. بتقديرك قديش ممكن تفيد مثل هذه الفعاليات؟ تنشيط الحركة الاقتصادية هو بيعمل قوة شرائية عند التجار وعند في المطاعم وفي المحلات إن كانت الغذائية أو التجارية أو كل أماكنها. طول ما في حركة زوار وناس
من خارج المدن، وبصير في نوع من انواع تنشيط الوضع الاقتصادي. كمان دائما التجار بيستعدوا ان كان على مستوى المطاعم او المستوى التجاري انه يكون في اعمال خصومات على بضائعهم، على منتجاتهم، على الاشياء اللي بتم تصنيعها عندهم كالوجبات وغير الوجبات، وما عندوا هذا الاستعداد انه يكون في خصومات. ومن هون بتبدا الافكار، يعني هو فكره جماعيه هي مع كل الجهات، وحتى كان في هناك كمان رعايات من الموردين للمطاعم وغيره انه كمان يمنحوا المطاعم خصومات ان كان موردين الدواجن او اللحوم، انه كمان يكون في دعم لهي المحال بانه كمان يشتغلوا ويعطوا يستطيعوا انهم يعملوا خصومات على الوجبات وعلى في المحل والمطاعم. وزائد المحلات التجاريه كمان ابدوا استعداد انهم راح يعملوا خصومات، يعني اذا كان الامور مشت كيف لازم. ولكن بس الاوضاع السياسيه عم بتعيق كل التوجهات، يعني الاحتلال ما بيسمح انه احنا مخططاتنا دائما الاحتلال بحاول انه يفشلها تجاريا وسياسيا. نعم، وأنا أتفهم ذلك. طب أنا في الختام عندي نقطتين بحب أن أتعلق عليهم وأستثمر فرصة وجودك معنا ضيفا عزيزا اليوم. الأولى، في يعني لقاء سابق أجري مع عضو اللجنة التشاورية اللي طبعا وأنا هون يعني نوجه له التحية، الأستاذ مراد الحواري، أشار في حديثه وهو عضو اللجنة التشاورية لأصحاب المطاعم، أشار في حديثه بأنه المطاعم والمقاهي تواجه تحديات كبيرة، أهمها ما يتعلق بالتشغيل والأيدي العاملة، وأيضا يعني ما أشرت إليه أنت ووضحته ما يتعلق بالارتدادات الاقتصادية لجائحة كورونا، وأيضا عدم الاستقرار بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. أحب أن أسمع تعليق منك في هذا الخصوص. الموضوع الأيدي العاملة، أولا نحن عندنا فرص العمل في البلد، تعرف الموضوع الأجور عندنا شوي عامل إشكالية. كمان المطاعم والمحلات التجارية بيقدروا يشغلوا أيدي عاملة أكثر من الحد المطلوب فيه، لأنه ما عندهم قوة شرائية أو زوار عم بيرتادوا البلد بشكل دائم وبشكل يومي. يعني ما في برنامج بيقدروا يبنوا عليه أصحاب المطاعم أو المحلات التجارية شو نسبة المبيعات اللي ممكن يحققوها أو نسبة الأرباح، وبناء عليه بيبنوا استراتيجية عملهم أنه يكونوا بدنا نشغل أيدي عاملة عدد 10 أو 5 أو 8، وما بيقدروا يستوعبوا أعداد من الموظفين اللي في ظل هذه الظروف. أما نتمنى لقدام أنه يكون في استراتيجيات، طبعا يكون في عنا هدوء تام ويكون في عنا عمليات منتظمة، ولكن بتوقعش في ظل الاحتلال لن يكون هناك هدوء ولا نظام ولا استراتيجيات لأبناء شعبنا على كل المستويات. نعم تمام. ويعني في شأن آخر يعني وهو الأخير، يعني ربما اسمح لي أنا بجوز أطلت عليك، ولكن أعتقد مهم التعليق عليه. رواد التواصل، يعني الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي بيتداولوا خلال فترة سبقت، يعني وهي فترة مش طويلة كثير، خلال الأيام السابقة، بأنه لما بتشوفوا المطاعم ومحلات المعجنات بتكتب عن أوفرز وعن عروض وعن خصومات، اعرفوا بأن الوضع الاقتصادي تردى ووصل إلى لقمة العيش. في هذا بحب أيضا أسمع تعليق أخير منك. دائما الوضع الاقتصادي الفلسطيني هو معروف المستوى تبعه، يعني ما موضوع أنه الانتقادات اللي بتكون، هو دائما بيكون في نوع من أنواع التشجيع للمحلات إن كان بترويج البضائع أو بوضع خصومات، كمان لأنه في عندهم أيدي عامل وفي عندهم التزامات وفي عندهم أوضاع، لازم يكون في دائما تفكير عندهم أنه كيف يروجوا بضائعهم، فدائما بكون في خصومات على الوجبات، بكون في خصومات على هذا. لا يعني انه بكون وضع الاقتصادي متردي ولا وضع الاقتصادي تعبان على جميع الاحوال، يعني نعم ما فيش لا نقاش في ذلك. نعم لا نقاش بالضبط، ولكن هذا نوع من انواع ترويج البضائع، هذا لا يعني انه الوضع الاقتصادي رح يتحسن اذا باع بزياده 100 وجبه او 200 وجبه، لا، بس هو عندهم التزامات، عندهم واجبات. نعم. ما بتلقوا دعم من اي جهه انه تسندهم انه تدعمهم، فبالتالي اللي بيقوموا بعمل نوع من انواع الخصومات على الوجبات انه كمان يزيدوا من حجم مبيعاتهم عشان اللي يقدروا يوفوا بالتزاماتهم
تجاه الموردين أو تجاه الالتزامات اللي عليهم. نعم، يعني أنا أثمن مشاركتك وأقدرها، شكرا جزيلا على مشاركتنا الأستاذ محمد زيد النبالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيري، شكرا جزيلا لك.